انت شوي انت فاهم الموضوع غلط. ترى هذا كل اللي قاعد يصير هذا عباره عن مجامله اجتماعيه، الهدف منها ان انا اكبر شغلي وابني البزنس مالي، مو اكثر من كذي. يعني مو معقوله هم ايش قاعد يصير معاهم؟ هم قاعدين مع حريمهم، قاعدين مع ازواجهم، اشمعنى انا زوجتي ما تجي معاي؟ لان انا مو مثلهم. الحريم هذول متعودين يطلعون مع ازواجهم، متعودين تحضرون كل المناسبات. انا لا، انا ما تعودت، لا هي طباعي ولا هي اخلاقي ولا هي تربيتي. تربية نورة. وش فيها تربية نورة؟ نورة هي اللي كبرتني وعلمتني الصح من الغلط. شوف يا رايد، بما ان احنا قاعدين نتناقش في الموضوع، انا ماني مرتاحة معك، وياليت كل واحد فينا يعيش حياته. ما فهمت؟ يعني شنو كل واحد يعيش حياته؟ يعني طلقني. ايش اللي سمعته؟ ايش طلقني؟ سمعتي عمتي؟ تقول لي ننفصل؟ طلقني؟ وبصراحة أنا ما راح أردها. هي قاعد تطلب مني شيء وأنا ما عندي مانع إن أنا أطلقها. لأن هي طلبت هذا الشيء وأنا أحترم طلباتها، بالعكس على عيني وعلى راسي، تامرين أمر على هالخشم. بس يعني قبل لا أسوي الإجراءات، اعتبروا هذا البيت بيتكم. قعدوا مثل ما تبون، بس على ما خلص الإجراءات شوفوا لكم مكان ثاني، إن هذا بيتي. استغفر الله يا ربي، إيش اللي قاعد يصير معانا؟ ليش؟ ليش يا عنود وصلتي الموضوع للطلاق؟ ترى ما حد فينا ما فيه عيب، وأنت المفروض تتحملي رائد بكل عيوبه. ما تقولي لي إذا طلعنا من البيت وين نروح؟ ما فكرتي في هالشيء؟ لا يمه، لا ما حد يتحمل، ما في وحدة تتحمل زوجها ما يغار عليها، ولا تتحمل اللي شفته أنا من رايد وحركات. يمه أنت ربيتيني طول عمرك إني أتحمل، بس أنا تحملت أكثر من اللازم. أعتقد إني أنا اتخذت القرار الصح، وهذا الوقت المناسب اللي أنا أتخذ قراراتي بنفسي. أنا ما عاد أقدر أتحمل. يما ما حد حاس فيني، ما حد قاعد يعيش اللي أنا عشته. أنا قاعدة أجاملكم، قاعدة أنزل أضحك، بس ما حد داري وش اللي داخلي.